الشهادات المهنية MBA، مادة حالات تطبيقية في الإدارة الاستراتيجية، إعداد الدكتورة إكرام محمود أحمد جمعة. الموضوع الجديد اللي أنا هأضيفه على الموضوعات اللي خدناها قبل كده، الاتجاهات المعاصرة في إدارة الجودة، وتركيزي هذا الموضوع على إدارة الجودة الشاملة والتطوير التنظيمي. وعند استعرضنا للموضوع نجد أن إدارة الجودة الشاملة هي من الأساليب الحديثة في الإدارة، وتؤدي إلى رفع الإنتاجية وتحقيق الجودة في السلع المنتجة. يتصل مفهوم إدارة الجودة الشاملة بأفكار رئيسية تتعلق بالإدارة اليابانية وإدارة الموارد البشرية وتحقيق التميز،